علما ان ذلك ضروري لبدء بازدهار في المستقبل ولبدء اعاده الاعمار. واذا ارادت اوكرانيا جذب الاستثمارات وليس فقط من المؤسسات الدوليه ولكن ايضا من القطاع الخاص، يجب عليها ان تبني افضل بيئه مواتيه لاجذاب هذه الاستثمارات. بالتالي سنتطرق الى كل هذه المواضيع خلال الايام المقبله. علاوه على ذلك، تكلمنا عن التحضيرات لقمه الناتو التي سياتي في يوليو في العاصمه الليتوانيا، بالاضافه الى الخطوات الاضافيه التي سنتخذها لضمان امننا وتعزيز الناتو، وذلك ليكون جاهزا لمكافحه كل تحديات هذا العقد. انا اتيت الى لندن من بكين مباشره، بالتالي سنحت لنا فرصه مناقشه تفاصيل رحلتي الى بكين. الرئيس الامريكي جو بايدن ارسلني الى بكين العاصمه الصينيه لانه يعتقد بقوه ان كل من الولايات المتحده والصين تملكان مسؤوليه اداره العلاقات بطريقه حذره، ويبدا ذلك من خلال تعزيز شبكه الاتصال عبر الوزارات، بالاضافه الى محاوله ايضاح مواقفنا و آرائنا، لا سيما في المكان الذي بإمكاننا أن نحدث تغيير، بالإضافة إلى التفكير في المشاريع التي بإمكاننا التعاون عليها معا حين يكون ذلك لمصلحة دولتنا، بالإضافة إلى مصلحة بقية الدول من حول العالم. أجرينا مناقشات مثمرة وبناءة وصريحة بشأن كل هذه المواضيع، وأنا أعتقد أن كلي الطرفين اتفقا على ضرورة محاولة العمل على جعل العلاقات مستقرة، وقد استهدفنا بعض المواضيع مهمة، حيث أن الحوار والتعاون بإمكانهما أن يعود بالفائدة علينا، بالإضافة إلى بقية الدول من حول العالم. وأقول أن العمل الدبلوماسي الدؤوب الذي نقوم به اليوم هو للمضي قدما بكل هذه الخطط التي نصب إليها. لا نقوم بالعمل ذلك في يوم أو يومين، بل هي عملية طويلة ونحن سنلتزم بالمضي قدما بها. ولكن أود أن أذكر أننا على صفاف كامل مع شركائنا وحلفائنا.